قبل 28 عاماً أسس أحمد هذا النادي الرياضي، ومنذ ذلك الحين ظل يكسب عيشه من هذا المشروع الذي سخر فيه خبرته في الرياضات القتالية التي حصل فيها العديد من الألقاب العالمية. إلا أن فترة الحجر الصحي التي عقبت ظهور فيروس كورونا كانت استثنائية. كانت صعيبة بالنسبة للنادي وبالنسبة للمنخرطين وكذلك المدربين وكذلك الجميع، لأن احنا اضطرينا نبقاو نخلصوا المصاريف ديال الكرة ونخلصوا المدربين وهذا، وباركونتخ ما كناش خدامين، وكذلك الدراري مساكن ما لقاوش فين يتريني، وصديق كل واحد تيتريني في دارو. معاناة مادية ومعنوية كبيرة عاشها أصحاب النوادي الرياضية في الأشهر الماضية حملت الكثير من النقابات والجمعيات على مطالبة الحكومة بتدخل عاجل لدعم هذا القطاع باعتبار دوره في تربية الشباب رياضياً وسلوكياً وفي تخريج أبطال يرفعون العلم الوطني في المحافل العالمية. الرياضة ضرورية حيث بالنسبة للسيمانة كاملة تخصك تريني، وبالنسبه للكوفيد كان جا واحد الكوفيد كان كلشي تسد كاع لي صال تسدو كلشي ما كانش عندنا فين ترينيو. كنا درنا واحد المبادره ديال تنشجعوا بعضياتنا كنترينيو في ديورنا، كان الاستاذ احمد قونان كان تيموتيفينا وكيشجعنا باش نترينيو في الدار، المهم ما نحبسوش. تداعيات وصل صداها الى الحكومه فقررت تخصيص دعم استثنائي لاصحاب النوادي الرياضيه المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خطوة لقيت ترحيبا من البعض فيما اعتبرها آخرون غير كافية. هذا الدعم ليس كافيا بحكم أن هناك أطر يعني لها عائلات، وبالتالي الدعم ربما قد يكون أفضل من لا شيء، لكن الأمل حاليا هو أن مع قرب انتهاء هذه الأزمة مع تراجع عدد الإصابات أن يعود النشاط إلى عادته الطبيعية، بحكم أنه أيضا من تضرر أيضا إلى جانب أصحاب القاعات والمؤطرون هناك أيضا الممارسون. وعلى أمل انتهاء أزمة كورونا قريبا يتطلع العاملون في النوادي الرياضية إلى تنظيم هذا القطاع وهيكلته بما يضمن تمكينهم من الحقوق المهنية والقيمة الاعتبارية. وفيما يرحب الكثيرون بقرار صرف الدعم يدعو آخرون إلى تعميمه ليشمل جميع مهنيي القطاع بكل فئاتهم، مع المطالبة وبإلحاح بإعادة فتح جميع القاعات الرياضية في عموم المغرب لتفادي إفلاس بعضها وإغلاقها بشكل نهائي. فاتحة أعلى سكاي نيوز عربية الرباط.